الحشرات الصغيرة تقفز من زهرة إلى أخرى بسعادة وحرية، ولكنك لو دخلت عالمها لوجدت أن حياتها ليست دائما حياة سعيدة.
قلتي لك ليلى اني واثق ان امل قد بدات تفقد صبرها. اين ذهب بشار يا ترى؟ نحلة عسل؟ من أين أتيت يا حلوتي؟ ماذا لديك هنا؟ دعيني ألقي نظرة، إني أحب العسل أرجوك، دعيني. ما الأمر؟ إنك فتاة عنيدة. ستموتين في حال استعمالك اللسعة؟ حسنا لا تنسي ذلك يا أمل. أنا آسفة يا بشار، ولكنك لم تعلمي إن كان يريد سرقة البيضة، وأنت ملام أيضا، فقد فاجأت الفتاة وأخفتها. وأنت يا أمل لا تكوني متسرعة، فكري بما قد يحدث للبيضة لو مت في الطريق. أديني بألا تستعمل اللسعة. أعدك يا بشار. أقول يا بشار، إلى أين أنتما ذاهبان؟ ها؟ أرجوك أخبرني حالا. إلى مكان يدعى غابة الأزهار. غابة الأزهار؟ هذا مكان خطر. ما الأمر؟ هل هناك خطر؟ ألا تعلم أن عليك المرور عبر الغابة المسحورة للوصول إلى غابة الأزهار؟ ألا تعلم ذلك؟ كلا لم أعلم بذلك، ولكن علينا الوصول إلى غابة الأزهار قبل أن تفقس البيضة. إنك ترمي بحياتك إلى الهلاك، فإنك لن تعبر الغابة المسحورة حيا. هذه مشكلتنا نحن، أنت مختلف عنا ولا تفهمنا. نحن نحل العسل، النحل الشجاع. حسنا، هيا اذهبا وعرضا نفسيكما للقتل في تلك الغابة المرعبة. أنا لن أذهب معكم أبدا. وداعا، أنا ذاهب. مع السلامة، ولن ننقذك. أنت مغامر. أنا آسفة يا بشار، فأنا التي بدأت المشاكل، آسفة. لا عليك يا أمل، انسي الموضوع. انظر ماذا لديها. تبدو شهية. لقد سرقت بيضتي. بشار استيقظ. ماذا؟ انتظر ايها اللص، هذه بيضة. افيض ملكنا ايها الصغير. بشار ابتعد عن طريقنا. توقف! قلت لك ابتعد عن طريقنا. ابتعد! كلا، لن ابتعد عن طريقكم ايها اللصوص. انه نحن السام. يبدو انني احب المساعدة مثلك. انه حيون جدا. هيا لنهرب. هيا انتظرني. اترك البيضة هنا، اتركها ايها اللصان. لست أدري كيف أشكرك يا صديقي. أنا أدعى كامل، لا تعتقد أني لحقت بكما إلى هنا، بل كنت مارا بالصدفة. أمل ماذا بك؟ إنه على حق، فأنا لا أستطيع حماية البيضة. ليتني أستطيع استعمال لسعتي. ولكن أنا وكامل ندافع عنك، لا تبكي. بشار على حق يا أمل، إنه على حق. هيا فلننم قليلا وكفي عن البكاء. هيا يا أمل فلننم قليلا. لا تقلقي. رباها إنه مكان مخيف جدا.
لقد بدأت أتساءل إن كنت قد فعلت الصواب بالقدوم معكما. أنا خائفة يا بشار. لا تخافي، فأنت لست وحيدة. طريقنا ونخرج من هنا بسرعة. حسناً، أنت على حق. مرحباً، أتعمل بيضة؟ سلمنا إياها أيها الصغير. كلا، لن أدع أحداً يلمسها. يا لك من صغير وعنيد، ستندم على ذلك. هيا بشار، أنا خائفة. لن تأخذ البيضة أبداً، أتفهم؟ أوه يا إلهي، ماذا يحدث؟ هذا أنت ثانيةٌ. هجموا عليهم. هيا هيا هيا. دعني، زوج نحل وبيض إفطار شهي ولذيذ. إنه ضخم وقوي، صغير ونشيط. فلنساعد بشار، دعني أذهب. النجدة، النجدة. اصمتي اصمتي، تبدو شهية ولذيذة، أعطني إياها. أرجوك أعدها إلي، أرجوك. بيض للإفطار، ماذا أيضا؟ ما هذا؟ أليس ختم الغابة الخضراء؟ هل أتيت من الغابة الخضراء؟ نعم، كنت أعيش هناك. لم أعلم ذلك، بإمكانك استرجاع البيضة. ها، لا أفهم ما يحدث. هيا بنا، لن تدعه يفلت، أليس كذلك أيها القائد؟ والبيضة أيضا كان شكلها شهيا. أتدرون ماذا علينا أن نفعل؟ قد يأكلنا إذا كان منزعجا أو سيء المزاج، أليس كذلك؟ أخايف أنت؟ أنا لست خائفا، فالسيد هو صديق لنا. هيا. إن ملكة الغابة أنقذت حياتي، سأسبقكم وأخبر جماعتكم بأنكم قادمون، أفهمتم ذلك؟ مع السلامة. لا نستطيع الطيران بسرعة لأننا نحمل البيضة. سأراكم في الغابة، إلى اللقاء. أنا واثقة أن خالة الملكة سترسل من يساعدنا يا بشار. أجل يا أمل، هيا لنواصل مسيرتنا. أبشع المنظر. لقد خسرنا صديقا عزيزا. كامل، لما لا تسبقنا؟ ماذا تعني؟ ليس لدينا الكثير من الطعام هنا، ولا بد أن يبقى أحدنا على قيد الحياة. هيا اسبقنا. حسنا يا بشار، سأسبقكما وأعود بالمساعدة. هيا يا أمل، ليس لدينا وقت نضيعه. هل أنت تعبة يا أمل؟ استريحي هنا. أنا بخير يا بشار، لكن يجب أن أسلم البيضة أولا. آمل أن يكون كامل قد وصل إلى غابة الأزهار بسلام. أعتقد أني عبرت غابة الأشرار. ها هي غابة الأزهار. انتظر، إلى أين أنت ذاهب؟ عرفنا. أرجوكم دعوني أمر أيها الجنود، عندي رسالة مهمة يجب أن أسلمها إلى الملكة، أرجوكم. أتريد مقابلة الملكة؟
أن تستريحي قليلا. هيا لنجلس هنا. ترى ماذا حل بكامل؟ أعتقد أنه رآنا. ماذا سنفعل يا بشار؟ لا تخافي يا أمل، هديئي من روعك. احذري يا أمل. إنه الطائر الذي قتل صديقنا المراسل. احذري. اهربي أنت يا أمل بينما ألفت انتباهها. هيا اهربي. لا يا بشار، هذا خطر عليك، إنه كبير. يجب أن أهاجم عيني الآن. لا تفعل يا بشار، ارجع. خذ أيها الشرير، خذ أيها المجرم الشرير. بشار فسرعان ما سيقتله الطائر ثم يقتلني والبيضة. يجب إيقافه حتى لو اضطررت لاستعمال لسعتي. يجب. أريدك أن تحمي هذه البيضة يا أمل وتسلميها إلى أختي. حافظ على البيضة يا بشار. أمل ماذا ستفعلين؟ ارجعي يا أمل. أمل. أرسلتها أختي المتوفاة. نعم يا سيدتي، وهذه هي البيضة التي نجت. أرجوك خذيها. شكرا لك يا أمل، شكرا. لقد جازفت بحياتك لتسلميها إلي. أنت فتاة ذكية ومخلصة يا أمل. شكرا. انظري، لقد ولد طفل جديد. أنا سعيدة لذلك. أمل. أمل أرجوك لا تموتي، أرجوك يا أمل. شكرا لك يا بشار على كل شيء، شكرا لمساعدتك لي. أمل. 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 بشار. أمل. وهكذا أتمت أمل مهمتها التي كلفتها حياتها. أما بشار فلن ينسى أبدا أمل الشجاعة التي ضحت بحياتها طوعا لإنقاذ البيضة التي كلفت بحمايتها. بشار يقلع ثانية
في رحلته متمنيا حظا سعيدا للمولود الجديد. اذهب يا نحل العسل بشار، اذهب وابحث عن أمك، أعد بناء مملكتك الضائعة